اول حاجه بحدد الاول احتياجاتي، ايه هي الاحتياجات اللي انا محتاجاها للبيت، كم عدد فرد عندي من الاسره جوه البيت، اكتر حاجات بستخدمها سواء ايا كان نوع اللحوم او نوع البروتين اللي انا عايزاه، نوع الخضروات، نوع البقوليات. فلازم بحدد الكميات اللي انا محتاجاها من الدهون، كل الحاجات دي اساسيه لازم احددها بورقه وقلم. وبعد ما بحددها واشوف ايه الاحتياجات فعلا اللي انا محتاجاها بعيدا تماما عن الكماليات، بيكون سهل عليا ان انا انزل اشتريها، بس اشتريها يفضل كل حاجه من مكانها. يعني بلاش فكره ان احنا نجيب اللحوم من السوبر ماركت، اولا بتبقى اسعارها اغلى كتير، ثانيا عينينا بتروح للعروض المختلفه، فبنشتري حاجات تكاد تكون احنا مش محتاجينها بس فكره ان هي عليها عرض. هل مثلا لو يعني ست البيت قبل ما تنزل تكون عاملة قائمة بالطلبات، ده ممكن يساعدها مثلا أكتر، ولا لا حضرتك برضو رأيك لا كل واحد يروح للمصدر زي ما بتقولي؟ لا، مهم جدا القايمة طبعا، لان انا بحدد انا محتاجة ايه، وبشوف الحاجات اللي ناقصة عندي في البيت او في المطبخ، فبقدر اشوف اللي ناقص ده نوعه ايه، الكمية بتاعته عبارة عن ايه، وببتدي انزل اجيب كل حاجة من المصدر بتاعها. بيفضل طبعا ان احنا نشوف الاماكن اللي هي بتبيع الحاجات بالجملة اكتر او اسعار موفرة اكتر، ده اكيد هيفرق معانا كتير. هل في بدائل؟ هل في حاجة ممكن أبدلها بحاجة فأحس إنه البديل ده أغناني عن الحاجة الأساسية؟ طيب خلينا نقول ان البدائل اللي ممكن نبدلها هتكون مثلا زي الصوصات. الصوصات بره اسعارها غالية قوي، واعتقد انه مفيش مساحة ان احنا نجيب الاساسيات علشان نبص كمان على الكماليات. فالصوصات والكريمات الطهي من الحاجات اللي احنا ممكن نستبدلها عندنا في البيت. الحاجات زي المربات وزي الجبن علشان السحور اقدر برضو اوفرها ان انا اعملها في البيت. نعمل الجبن في العصاير البيت. المعلبات اللي بره في السوبر ماركت اقدر برضو ان اوفرها واعملها بشكل فريش، بشكل امن ومحفوظ، بشكل صحي بعيدا خالص عن المواد الحافظه. بفضل دايما، احنا لسه للاسف ما عندناش ثقافه ان احنا نركز على البقوليات والخضروات اكتر، فلحد دلوقتي برغم بس ده الغلاء اللي البقوليات موجود يعني من الحاجات الا ان احنا الاساسيه اللي مركزين في على رمضان. اللحمه والفراخ. انا مش عارفه حضرتك سامعاني ولا لا، كنت يعني كنت بسال حضرتك، بس ده البقوليات يعني مفترض انها من الوجبات اللي مرتبطه طول الوقت بشهر رمضان. الايه؟ البقوليات اه، البقوليات من بديل البروتين الحيواني غني انا اقصد ان هي بالعناصر طول الوقت الغذائية طبعا مرتبطة بشهر والفيتامينز، رمضان، ليه فلسه ما عندناش حضرتك ثقافة ان احنا ليه حضرتك شايفة ان هي لسه ما عندناش هذه الثقافة، مع ان هي يعني من الحاجات الأساسية في شهر رمضان طول الوقت؟ يعني هنقول الحاجات الأساسية عندنا في السحور اللي هي زي الفول إلى حد ما، العدس مثلا علشان الحاجات اللي بنستخدمها زي الكشري والحاجات دي، لكن ما عندناش ثقافة مثلا إن احنا نعمل البقوليات على فكرة كسلطة أو كحشوات مختلفة زي ما بنعمل في حشوات اللحوم. طيب بتقترحي طيب استخدامها ازاي بديل للبروتين مثلا في رمضان او على سفرة رمضان؟ طيب ممكن جدا ان احنا نعملها بالشكل اللي هو ندخل نميكس معاها شوية خضار، وافضل طريقة للفايدة بتاعة البروتين النباتي هو ان انا اميكس معاها بسيط من البروتين الحيواني، فالاتنين بيعلوا عند القيمة الغذائية. يعني زي مثلا لو هتكلم مثلا عن الحاجات اللي هي زي اللوبيا، زي الفاصوليا، زي الحمص، لو دخلت معاها جزء من الفراخ او من اللحوم، جزء بسيط مش نفس الجزء الكبير اللي كنا بنستخدمه، ده بيعلي القيمة الغذائية بتاعتها جدا.